برعاية وحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، تكرم مبادرة نوابغ العرب الأكبر عربيا الفائزين بجوائز دورتها الأولى ضمن فئاتها الست، وذلك في احتفالية تكريمية في دبي غدا الاثنين. وسيقام الحفل في متحف المستقبل بدبي بحضور نخبة من المفكرين والعلماء والوزراء والدبلوماسيين ومسؤولي وعدد من وسائل الإعلام المرئي والمسموع والرقمي من مختلف أرجاء العالم.